أعزائي المشاهدين، كما عودناكم في برنامجكم الأسبوعي، أنا استضيف لكم خيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ولهذا الأسبوع نستضيف السيد كريم بدر الدين، المدير التنفيذي والمؤسس لشركة دريم كاتشر في إمارة دبي. بداية، يسعد الله مساك أستاذ كريم. أهلا وسهلا، شرفتون. شرف لنا وفي فريق برنامج الإماراتي. حابين نتعرف شخصك الكريم، من هو كريم بدر الدين؟ كريم بدر الدين، أنا شخص أصلاً جيت هنا الإمارات في 2005، كنت بشتغل بانكر في بنك الاتحاد الوطني، وصلت البوزيشن هيد اوف مورجج في بنك الاتحاد. 2012 قررت إن أنا أنقل الكارير بتاعي للريل استيت، وابتديت أفكر إن أنا أعمل شركة، و2014 ابتديت شركة دريم كاتشر ريل استيت اللي إحنا فيها دلوقتي. هل كان في مخاطرة سيد كريم لو تكلمنا من انتقالك كموظف إلى صاحب عمل في وقت وجيز، مثل نقول بعد اكتساب خبرة 8 سنوات أو 7 سنوات في سوق العمل الإماراتي؟ أنا شايف لأ، بالعكس، أصلاً أنا شايف أصلاً إن مفيش مخاطرة أوريدي إنك تنقل تبقى صاحب بيزنس. ده الخطوة عندي اتأخرت شوية، لأن أنت العملية كلها لها علاقة بالباشنز، فأنت لو الباشن بتاعك أصلاً إنك أنت تشتغل ريل استيت وعارف اوريدي ازاي تو مانج يور تيم وتو مانج اصلا، وتبقى عارف البرودكت نولج صح وتبقى عارف كل حاجه، بالعكس المخاطره انك تفضل قاعد ومستني الانكم في اخر الشهر. انت هنا في الريل استيت عندك انليميتد طموح، ما تبقاش ممكن اصلا بكره الصبح تلاقي اصلا ان انت بقيت سهل انك تبقى مليونير، ممكن بكره الصبح ما تلاقيش فيه اي حاجه. صحيح. بس بيزد على ايه كل ده؟ بيزد على الاكسبيرينس، بيزد على النولج، بيزد على انك انت الشخصيه بتاعتك مع التيم بتاعك كل بتتطور مع المتغيرات بتاعت السوق. فده كان اهم حاجه. انا بالعكس انا شايف الخطوه اتاخرت يعني. الخبره اللي اكتسبناها في سوق العمل بعد افتتاحنا شركتنا، هل كان في صعوبات من ناحيه اختيار موقع الشركه، الموظفين، الاسم؟ اكيد هاي خطوات راح ندرسها وراح تاخذ اشهر من الدراسه. بص، بالنسبه للاسم اصلا دريم كاتشر ده كان اقتراحي. نعم. انا كنت بدور على حاجه فيها دريم، ف قعدت افكر ايه الدريم، ايه دريم هومز، دريم whatever، يعني المهم يبقى عندك دريم في حياتك يعني. فقاعدين في قاعده كده اصحاب، فراح قال لك ايه رايك في دريم كاتشر؟ فانا ساعتها رحت وقفت كده وقلت هو دريم كاتشر، وي هاف تو كاتش ذا دريم اوف ذا بيبل. خلينا نتحدث اليوم عن شركه دريم كاتشرز والخدمات اللي تقدمونها في ظل المنافسه الموجوده داخل الدوله. احنا شركه عقاريه بنقدم خدمات اساسا بروكرج، يعني بيبقى اوريدي عندنا ايجار، رنت، سيلز، كل اي خدمه لها علاقه بالبروكرج، ما بين اي حد عايز يشتري بيت، عايز ياجر بيت، عايز ان هو يبيع، احنا بنبروفايد السيرفيس ديت وبندي له كل سيرفيس من A to Z. عندنا حاجات تانية ممكن بنزودها كمان، احنا بنتعامل مع شركات مورجج عشان لو عاوزين تمويل عقاري، يعني بنعمل فول سولوشن، بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نعمل فول سولوشن لكل لأي حد عايز يشتري أو يبيع. خلال السنوات الأخيرة لاحظنا الهوليدي هومز، كيف نظرتوا له؟ وهل لكم أي بصمة داخل؟ بص، إحنا في الهوليدي هومز دايماً بن أوتسورس، يعني بيبقى في شركات إحنا عندنا فيها واثقين منها، لما بيجي لنا حد عايز هوليدي هومز بنتعامل مع الشركات ديت. أنا يعني دايماً بشوف إن سبيشاليزيشن أهم حاجة. أنت لما تكون سبيشاليز في حتة، أنا سبيشاليزيشن بتاعتي البيع والشراء، وان اقدم سيرفيس للكلاينتس بتوعي جود سيرفيس. فانا لو انا رحت للهوليدي هومز ممكن تبقى خطوه بعد كده مستقبليه، بس في الوقت اللي انا فيه ده انا باوت سورس. لما حد بيجي لي عايز هوليدي هومز بقول له بدي له احسن شركات للهوليدي هومز بيزد على الاكسبيرينس بتاعتنا معاهم. يعني الخبره اللي اكتسبتوها في السوق سيد كريم، راح نختار بعنايه او نرسم خطه استراتيجيه بكفاءة ودقة عالية في اختيار الايجنت او الموظفين او فريق العمل اللي راح يكون تحت خيمتنا. كيف تم اختيار فريق عملك وما هي استراتيجيتك لاختياره؟ بص، الايجنت في الانترفيو بيجي لي انا، بيبقى اول ما بيخش كده بحس ان هو ده يمشي مع المكان ولا لا.
هي كلها related للفايبس بتاع الايجنت, related how he is positive. يعني هل هو ممكن تبقى عندك سكيلز كتيره جدا بس في الاخر انت مش شايف الطموح بتاعك انك توصل هتوصل لايه. لازم يكون هانجري, لازم يكون شايف اساسا ان هو ده unlimited job, يعني يقدر ان هو بكره الصبح يطلع يبقى مليونير من ما فيش, وده حصلت عندنا كتير قوي. فبشوف الحاجات دي, بشوف how he is eager ان هو يشتغل ويتعلم ويبقى عنده الباشن. لان لو انت عندك الباشن بتاع اي جوب بتحب, يعني انا لحد دلوقتي بحب ان انا انزل افرجك, انت هتقولي عايز اجر حاجه هتلاقيني نازل معاك. فهو لازم يكون الايجنت من A to Z واخد القصه ديت ان هو عنده الباشن ان هو يشتغل ويعمل اسم ليه وفلوس. حفظ الله صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد اللي ذكر في كتاب رؤيتي التميز دائما مطلوب والوصول رقم واحد صعب, ولكن التكملة أو نقدر نقول خلال السنوات اللي راح نظل فيها sustainability أصعب. فكيف حافظتوا على نقدر نقول نجاحكم المستمر وصعودكم للأعلى بشكل دائم خلال السنوات الماضية؟ في كوفيد 19 كان موجود تقلبات السوق, ولكن ما شاء الله عليكم ظليتوا السوق مستمرين وناجحين وفي تقدم. المتغيرات اللي حصلت بعد الكوفيد, يعني في ناس كتيرة جدا استغلتها لصالحهم, وده حاجة اصلا احنا كنا منها. احنا شفنا السوق رايح لفين, شفنا الناس اللي جاية, لان السوق اتغير جدا في الوقت اللي بعد الكوفيد. بالعكس ناس جم من يوروب وجم من روسيا, والكلاينتس اتغير, ما بقاش بس العرب اللي بيشتروا في الامارات, لا بقى كل العالم اساسا شافوا السيكوريتي اللي حصلت في الامارات, شافوا هاو الجوفرمنت مانج الكوفيد باحسن حال. يعني انا احنا الناس جت فور فيزيت بعد كده رجعت تاني وقعدت على طول في الامارات. ليه؟ عشان السكيورتي, عشان شافوا حاجات مش لاقيينها, ما فيش تاكسز, كل الحاجات دي اساسا طبعا ساعدتنا كاستثمار عقاري ان هو ينمو ان هو يطلع بالفتره اللي فاتت. كخبير عقاري اليوم, النصيحه اللي تقدمها دائما اللي عندهم تطلعات في الاستثمار في العقار؟ انا شايف اصلا اي حد عايز يستثمر في العقار اول حاجه يبص لها ان هو لازم يكون جزء من المدخرات بتاعته, ده اول حاجه, ما يبقاش المدخرات والمدخرات كلها. يعني ويكون شايف اللوكيشن, اللوكيشن مهم جدا انك انت لما تيجي تشتري حاجه لازم تكون لوكيشن صح, عشان لو عاوز في اي وقت ان انت تجيب لك عائد كويس والناس كلها عايز تستثمر يبقى كويس, وفي نفس الوقت لو عاوز تطلع منها او تاكزيت يبقى الموضوع سهل في البيع والشراء. فدايما بنقول في العقار لوكيشن لوكيشن لوكيشن, which is اهم حاجه. نقاط مهمه سيد كريم. اليوم التطور العقاري اللي صار في دبي سريع بشكل كبير, والله يحفظ شيوخنا كانوا داعمين لنا من خلال دعمهم الواضح للعقارات. اكيد طبعا. المنافسه قويه جدا في السوق, اكثر من 10,000 منافس نقدر نقول او شركه, اكثر من 18,000 بروكر. هل كان في متغيرات في او ضرر او فوائد له في السوق, وما هي من نظريتك انت تشوفها؟ انا بشوف ان الايجنت لازم يطور من نفسه على طول, لان متغيرات السوق كبيره جدا, وزي ما انت بتقول في 18,000 ايجنت, فليه هيجي لي انا مش هيجي لحد تاني؟ لازم يكون السيرفيس مهمه جدا, لازم تكون انت بتطور من نفسك. يعني مثلا اللي عندهم مشكله ان هم يوزوا السوشيال ميديا دلوقتي, ما بقوش لازم يوز السوشيال ميديا, مفيش حاجه اسمها يو دونت يوز السوشيال ميديا. لازم تعمل فيديوز, لازم تعرف نفسك عن البيرسونال براند, مهم جدا. صحيح. انت مين, انت بتعمل ايه, انت انهي اريا انت ماسكها, الناس هتعرفك ازاي, طب انت ايه سبيشالايزد في الاريا ديت, ليه الناس هتجي لك ومش هتيجي للشخص ده؟ عشان عندك ستوك, فلازم تجيب ستوك كده. فهي الفكره كلها ان هي وان فول تيم, وان فول هاوس. بناء الثقة لدى العميل راح يكون صعب, خاصة في ظل المنافسة كمان مرة أخرى. خدمة ما بعد البيع شيء أساسي. كيف خدماتكم ما بعد البيع وبناء الثقة بينك وبين العميل؟ سو البيزنس ده كله قايم على ريليشن شيب. لو ما فيش ريليشن شيب أنت مش هتعمل بيزنس. فمعناه إيه؟ أنت بعت النهاردة لواحد لازم تفضل معاه, ولازم تبقى عارف تأجرها له, ولو أجرتها له عاوز يبيعها بعد كده لازم تبقى مدي له. هي الثقة بتيجي من العميل بيكسب. العميل كسب معاك مرة خلاص هيفضل معاك على طول. والسيرفيس أهم حاجة, إن أنت بعد ما بعت, طب أنت خلاص كده؟ لا, هو أنت بعد ما بعت دي هي بداية البيع التاني. الريفيرال اللي العميل بيجيبه لك
انك تقدر انك انت يعني يبقى في حاجه سيرفيس انت بتديها له على طول. احنا بنروح بيوند الليميت. احنا لما حصل المطر الفتره اللي فاتت انا عندي ايجنت راح لحد للفيلا بتاع العميل بتاعه وكنس وعمل وشال المطر وعمل كل الحاجات ديت. النهارده اخذ الفيلا اكسكلوزيف لانه عمل حاجه ما حدش تاني يقدر يعملها وكان خايف على الفيلا كانها بتاعته بالظبط. فهو ده اللي احنا يعني دايما بنعلم الايجنت بتاعنا عن الحاجات دي كلها. خلال الخمس سنوات الاخيره كثير من الشركات توجهت الى التسويق الالكتروني، صار شيء اساسي مثل ما ذكرت سابقا. كيف يتم تسويق خدماتكم عبر الانترنت بشكل واضح؟ احنا عندنا ماركتنج تيم طبعا هو اللي ماسك السوشيال ميديا ان هاوس، وفي نفس الوقت عندنا دايما بقول للناس عندي ان هو لازم يعملوا زي ما قلت لك قبل كده البيرسونال براند بتاعهم، مين هو بيعمل ايه، بيشتغل فين، بيشتغل في اني اريا، بيشتغل رنت ولا سيلز. ف دايما الماركتنج بيعمل فيديوز للناس اوكي، وبنوصل لاكتر حاجه احنا اصلا بنوصل حاجات اورجانيك دلوقتي لان اصلا الشركه كمان بقت معروفه. فبيزد على السيرفيس اللي احنا بنقدمها، لو بصيت على عندنا برضو جوجل ريفيوز مهمه جدا، ودايما بنشوف ان جوجل ريفيوز مهم، يعني دي حاجه بنقول دايما للكلاينتس لو انت مبسوط حط لنا جوجل ريفيوز، ودي حاجه بتساعد ان احنا ناخد بتاعه. ما شاء الله عليك سيد كريم. الخطوات القادمه، خلينا نتكلم عن المستقبل، شو طموحك خلال الخمس سنوات القادمه في التوسع؟ هو طموحي انليميتد لان ريل استيت از انليميتد. ف هتقول ايه طموحي؟ اقول لك اصلا ان انا ابقى نمبر 1 في ريل استيت موجود في دبي اكيد، ان عدد الايجنت يكتر، ان يبقى عندي فروع ثانيه، ان ممكن ابقى انترناشونال كمان بره. فطموحي از انليميتد، يعني انا ماشيه خطوه خطوه ان شاء الله خير. خلال مسيرتكم العمليه او الدراسيه سابقا كان في ناس دائما لحضراتكم بشكل دائم ومستمر، رسالة اليوم توجهها للناس يدعموك، ممكن نتعرف على الناس اللي كانوا دائمين لك؟ طبعا والدي ووالدتي يعني الناس اللي دعموني على طول، ولادي عندي ثلاث بنات ما شاء الله. الواحد بيشتغل اصلا ويبقى كل تفكيره فيهم لان هو ده يعني I'm proud بيهم الحمد لله، طالعين بنفس المايند سيت والمنتاليتي. والدي الله يرحمه كان برضه بيزنس مان، فكنت دايما اوريدي باخد منه اللي انا فيه دلوقتي، لان شخصيتي كلها يعني اكيد مرسومه من الاهل يعني. الحمد لله دوله الامارات تنعم بنعمه الامن والامان واكثر من 200 جنسيه متواجدين فيها، ولكن كنا مساندين وداعمين لبعض. شيوخنا ما قصروا، كانوا داعمين جميع القطاعات الطبيه والتعليميه بشكل دائم ومستمر، او الاقتصاديه هي اساسيه. اكيد طبعا. اليوم كرساله توجهها لدوله الامارات والشيوخنا الكرام على الثقه اللي اعطوها اياها كل يوم متواجدين داخل الدوله. انا الامارات بالنسبه لي بلدي، يعني اقول اول او الثاني، يعني انا اصلا من 2005 واعتقد انا هفضل لحد ما يعني لحد الاخر، وده عشان انا بشوف ان هنا الامارات بتعامل كل الناس واحد. الناس ممكن تفتح بزنس والبزنس يجرو زي ما انت شايف كده، وبصراحه انا يعني بوجه لهم كل الشكر يعني مش عارفه يعني هم يا ريت كل البلاد العربيه تبقى زي الامارات. فريق برنامج الإمارات تشرف بزيارتك اليوم سيد كريم، نتمنى لكم إن شاء الله مزيد من النجاح والتوفيق. أهلا وسهلا ضيف برنامج الإمارات.